هذه سكيكدا إذن، تأسست أولا على يد الفينيقيين كميناء للتبادل التجاري مع سكان المنطقة، ثم لاحقا في سنة 45 قبل الميلاد تأسست كمدينة للسياحة والراحة من قبل الرومان. قبل هذا كان الإنسان المتوسطي الأول قد سكن المنطقة، ومنذ فجر التاريخ ترك لنا الإنسان هنا شواهده. هذه غابة دومبو المحادية لمدينة القل، وفيها عثر الباحثون على قبور الدولمن هذه التي تعود إلى فجر التاريخ. للمكان هنا قصة طويلة مع الحضارة والإنسان، مرت من هنا حضارات عديدة وتركت بصماتها المختلفة. الإنسان البدائي بأدواته الحجرية، إنسان فجر التاريخ بقبوره التي لا تشبه قبورنا، يدفنون موتاهم في الجرار الكبيرة مع بعض أدواته التي كان يستعملها في حياته. الفينيقيون تركوا آثارهم على أطراف البحر، في سطورة، في القل، في المرسى أو في عين الزويد، لا تزال موانئهم رغم فعل الزمن بادية. وهم الذين أطلقوا على المدينة تسمية روسيكادا. التواجد الروماني ترك آثارا كبيرة ومتعددة، مسرحهم هذا الذي يشهد عملية ترميم واسعة يعد أكبر المسارح الرومانية في شمال إفريقيا. لا يزال يحتضن إلى الآن عروضا فنية مختلفة، خزانات مياههم كذلك، وتماثيلهم العديدة التي يحويها المتحف البلدي، إلى جانب تحف أثرية أخرى تعود لمختلف الحقب التاريخية. وهذا المتحف على صغره يمثل ذاكرة المدينة، إذ أنه يحيل على تاريخها القديم والحديث بالشكل الذي يعطي صورة عنها في مختلف المراحل التي مرت بها. أخذ سكان المنطقة شخصيتهم وهويتهم الحالية مع الفتح الإسلامي، دخلوا طواعية في الديانة الجديدة. ورغم أن المنطقة لم تكن في العهد الإسلامي فضاء حضري كبيرا، إلا أنها مثلت في العهد التركي ثقلا تجاريا وسياسيا ودينيا مهما، مركزه مدينة القل. وهذا مسجد سيدي علي الكبير، أحد المرافق الحضرية التي أسسها أحمد باي القلي على بقايا معبد نبتون سنة 1756 ميلادية، والذي جسد هذا الثقل في جانبه الديني. صنف هذا المعلم التاريخي سنة 1999، وهو لا يزال يقدم خدماته الدينية لأهل المدينة، وهو مبرمج ليشهد عملية ترميم تحفظ له طابعه وهندسته. Thank you.
قصر بنغانا واحد من هذه التحف المعمارية المنشأة سنة 1913 من طرف المهندس المعماري شارل مونتالون الذي تفنن في إبداعه. تتميز واجهة هذا القصر بفتحات بشكل أقواس حلزونية على الطريقة المرسيكية، ويتكون من طابقين تعتليهما قبة صغيرة، وفي الداخل توجد به زخارف ومنمنمة لا نظير لها إلا في القصور التي جسدت التاريخ الحافل للحضارة العربية الإسلامية. وبهوه الداخلي الشاسع ينتهي بعمودين من الخشب ينفتحان على درج كبير يؤدي إلى الطابق العلوي الذي يحوي عدة غرف متنوعة وكتابات بالخط العربي في قمة الإنسيابية والجمالية. وهذه الظاهرة أي الكتابة بالعربية من طرف المستعمرين لم تسجل إلا هنا، فكيف حدث ذلك؟ صنف هذا القصر سنة 1981 وأدخلت عليه ترميمات ورسومات إضافية جسدها الفنان التشكيلي مسعود بنمر، ولعل تسمية بنغانا تعود إلى المالك الثاني لهذا القصر الذي تعود أصوله إلى منطقة بسكرة والذي غادره تحت ضغط المعمرين. يقع هذا القصر في مرتفع جميل يشرف على البحر ليشكل منظرا من أحلى ما يكون. النزل البلدي مفخرة المدينة بمعماره وهندسته المتميزة وما يحويه من تحف فنية عالمية. بني في الخمسينيات من القرن الماضي ويحمل مزيج من الطابع الهندسي الإسلامي الأوروبي. قاعاته فسيحة وعلى جدرانها زخارف وفسيفساء في قمة الإتقان والجمالية. مداخلها ومخارجها تطبعها الأقواس المرتبطة بالهندسة العربية الإسلامية. ويحوي هذا النزل على عديد اللوحات الفنية لرسامين عالميين والتي تعتبر تراثا فنيا عالميا. وهناك بنايات أخرى من نفس طراز قصر بنغانا والنزل البلدي كمحطة القطار والبنك المركزي وبناية البريد ومقر الأمن الحضري الأول، كلها تشكل مظهر سكيكدا المتميز. المسرح البلدي. المسرح البلدي الذي رقي مؤخرا إلى مسرح جهوي والذي يقع في مركز المدينة القديمة وهو مبنى ناصع البياض يفرض نفسه بمظهره وجماله، يتربع على مساحة تقدر بألف متر مربع وهندسته ذات طابع إيطالي قديم، وزخارفه الداخلية الفخمة تشبه إلى حد بعيد الزخارف التي انتشرت في قصور الأمبراطورية الرومانية.